مساكم الله بالخير. أنا فاتوران، إيه هذا أنا المصباح اللي ماسكني اسمه أبو عتيج، وايد يحبني، تقدرون تقولون أهو اللي مربيني، يعني بحسبة ولده ويمكن أكثر. دائما أكون معاه بأفراحه وأحزانه. أصلي من ألمانيا، من أجود أنواع الفاتوران. الناس اللي ما تعرف بالمسابيح عبالها المسباح خرزة بلاستيك أو حجر أو زجاج، يخرطونه ويشكونه بخيط وكركوشة والسلام. لا يبا، لنا أصل وفصل وتاريخ نفتخر فيه مثل ما أنتوا تفتخرون فيه. باختصار، مو كل مسباح مسباح. يقولون والعهدة على الراوي أن الفاتوران صنع العالم فاتوران بطلب من هتلر بالحرب العالمية الثانية، لأنها مادة تقاوم درجة الحرارة العالية. وفي ناس تقول أن الفاتوران بدأت صناعته سنة 1850، يعني قبل هتلر، وأن هتلر حول مصنع الفاتوران من صناعة اكسسوارات إلى أسلحة، يعني صناعة عسكرية. ومع انتهاء عهد هتلر انتهى تصنيع الفاتوران، صارت مادة نادرة ما حد عرف يصنعها، صار عليها طلب من كل مكان، وقامت تنباع بالمزادات. وبالستينات شراها أبو عتيج من مزاد بلندن، وانتقلت بعدها تركيا عند العم أمين، وحولني لخرز وشكني، ومن تركيا لمحطتي الأخيرة الكويت. للأمانة خط سير الرحلة متعب جدا. الله على ذاك اليوم، لا تشوفون فرحة أبو عتيج فيني. أبو عتيج وأخوانه من كبارية سوق المسابيح، خذوا الصنعة من أبوهم، كبروا وصار لكل واحد منهم دكانة، حتى بعد التثمين استمروا بالصنعة.